الحقيقه بالنسبه لمكنه السي تي بيبقى في عندنا طبعا ستارت اب وتست بروسيجرز لازم نتبعها. اوكي، فبدايه لازم ان احنا نتبع المانيفاكتشرر ريكومندد بروسيجرز. لازم ان احنا بيبقى في عندنا مثلا المانيفاكتشرر بيقول ان احنا عندنا كل شهر لازم نعمل كاليبريشن بالشكل الفلاني، يبقى لازم كل شهر نعمل الكاليبريشن بالشكل الفلاني، والتستنج برده يتعمل بالشكل الفلاني، لازم برده يتعمل بالشكل الفلاني. ما ينفعش ان احنا نعمل حاجه مختلفه عن اللي عملها المانيفاكتشرر او اللي المانيفاكتشرر بيقترحها. اوكي، الحاجه الثانيه بيسيكلي ان احنا لازم ان احنا يعني نصور صوره، او عاده بنطلع التيبل خالص بره الجانتري ونعمل حاجه بنسميها تيست ايمج كده من غير ما نعمل اي ايميشن للراديشن. فدي بتساعدنا الحقيقه عشان نكونفيرم ان الايه الاوبريشن بتاع الايمجنج سيستم بتاعنا ان هو كوركت. فالحقيقه دي فيها ميزه ان احنا لو في عندنا اي ارتيفاكت مثلا، او في عندنا نويز جاي لنا من حته، او في فيد ثرو مثلا جاي لنا من يعني السنسورز دي في الاخر الديتكتورز موجوده عندنا بتوصل في الاخر الداتا بتاعتها على طريق الكتريكال سيجنالز، لو حاصل باي شكل من الاشكال ان في اي نويز جاي عليها او اي انترفيرنس بينها وبين حاجات تانية، لو احنا بنعمل سكاننج من غير اكس راي المفروض يطلع لنا الصوره بتاعتها لونها اسود. لو في انترفيرنس ده موجود هيطلع لنا الصوره فيها حاجات هتبين لنا ان في مشكله موجوده في السيستم. الحاجة التانية بعد كده ان احنا لازم ان احنا قبل ما نستعمل المكنة نعمل لها حاجة اسمها ورم اب. ورم اب دي معناها ان احنا لازم نسخن الاكس راي تيوب لغاية لما تبقى خلاص ريدي ونبتدي نستعملها، مش تحسنش ان احنا نستعملها وهي لسه كولد. ونفس الكلام برضو الكاليبريشن لازم نستعملها او لازم نعملها واحنا ما عندناش اي مثلا حاجة بنسميها راديشن ابزوربنج ماتيريال على الجانتري بتاعت السكانر. Otherwise بيبقى ممكن يبقى فيه عندنا مشكلة الحقيقة ان هي ممكن الداتا بتاعتنا يبقى فيها errors. زي ما كنت بقول الكاليبريشن ده بيبقى حاجة مهمة جدا ولازم تتعمل الحقيقة، واللي بيعملها عادة المانيفاكتشرر. اوكي، بعد ما بنعمل الكاليبريشن دوت بيبقى فيه عندنا كذا حاجة كده مفروض نعملهم جوه السايت بتاعنا بحيث ان احنا منتين الكواليتي بتاعت المكنة بتاعتنا طول ما هي شغالة. يعني بيبقى فيه عندنا حاجة اسمها qualitative tests دي بتبقى performed daily or weekly، وفي حاجه اسمها ستابيليتي تيست بنعملها كل شهر، والانيوال تيست بتبقى ايه كل سنه. الحاجات اللي زي كده بيبقى عندنا عاده يعني بيبقى عندنا هيستوري للمكنه بتاعتنا. يعني بعد ما نعمل الكاليبريشن على طول بناخد صوره ونعمل بقى شويه الفيجرز اوف ميريت اللي احنا حسبناها اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي اللينياريتي مثلا واللو كونتراست ريزولوشن والسبيشال ريزولوشن، الحاجات دي كلها بنقيسها فعلا من على المكنه ونخلي الداتا دي عندنا. ونيجي بعد كده بقى لما اجي اعمل مثلا ستابيليتي ريتست مثلا اجي اقارن الفيجرز دي كل شهر بعضيها، لو لقيت ان في اختلاف كبير او لقيت في اختلاف شكله غريب في واحده من الفيجرز اوف ميريت دي يبقى عارف ان في حاجه فيها مشكله. اوكي، فدي ميزه الحقيقه ان يبقى عندنا هيستوري للبرفورمانس بتاع المكنه بتاعتنا عشان نقدر نقارن بيه طول ما احنا ماشيين. اوكي، نفس الكلام بالنسبه للانيوال تاست، انا بيبقى عندي سيت اوف تاست موجوده كده واقارن بيها. طبعا لما بعمل حاجه ديلي بيبقى حاجات قليله، لما بعمل حاجه مونثلي بتبقى حاجات اكتر شويه، انيوال بقى المفروض ان انا اعمل فيري كومبريهنسيف تاست للايه للمكنه بتاعتي. اوكي، فلما بتكلم مثلا على سجستد ديلي اور ويكلي تاست دي بتتعمل عاده بالتكنيشن، التكنيشن هو اللي بيشغل المكنه عاده، الطبيب ما بيشغلش المكنه، الطبيب بيشخص الصور، يعني هو بيقول هو عايز يعمل سكاننج لايه والتكنيشن بيعمله وفي الاخر هو بيجي يشخص الصور. اوكي، فعاده التكنيشن هو اللي بيشغل المكنه، فممكن هو يعمل الديلي والويكلي تيست. دي بتتعمل ان احنا نتست الهيموجينيتي بتاعه الصوره، نتست البوينت سبريد فانكشن، ونتشيك الاكس راي تيوب فولتج. دي الحاجات دي كلها ممكن تتعمل من على المكنه نفسها. لما بتكلم على المونثلي تيست بقى دي بتتعمل يا اما بالسيرفيس بيرسونال او التكنيشنز، يعني بنتكلم على ناس مثلا يا اما ناس جايين من الشركه، يا اما يكون في ناس في المكان نفسه لو احنا بنتكلم على مستشفى مثلا عندها بيرسونال متمرنين على المكنه دي المفروض ان هم يعملوا الاختبارات دي. ففي المونثلي تيست دي بنتكلم على السبيشال ريزولوشن، على البوزيشننج اكيرسي، على لينياريتي، على السلايس ثيكنس. اوكي، نقيس الحاجات دي عشان تبقى عندنا، وزي ما بقول كده بنقارنها بالشهر اللي قبل كده. الانيوال تيست بقى بنتكلم على كومبينيشن من كل الحاجات اللي هتكلم عليها دي، وعاده بتعمل بقى بواحد بسميه الفيزيست. كويس، فيزيائي بيبقى موجود، فيزيائي ده او فيزيائي او مهندس، بتكلم على مهندس هندسه طبيه، حد بيبقى high level of education وعارف الحاجات دي معناها ايه. الفيزيسيست الحقيقه ميزتهم في الجزء بتاع الميديكال فيزيكس بالذات ان هم الحقيقه عندهم دقه جامده جدا، وعندهم الحقيقه الطرق بتاعه الاكسبيرمنتس او ازاي ان هو يعمل اكسبيرمنت عشان يقيس حاجه بيبقى جدا شاطر فيها. اوكي، فالحقيقه بيبقى فعلا ميزه ان يبقى في فيزيسيست موجود عندنا في المستشفى، او يكون في عندنا مهندس يبقى متمرن على الحاجات بتاعه البايو فيزيكس دي او ميديكال فيزيكس دي بحيث يقدر يعملها.
فطبعا انيولي بنعمل ديلي والويكلي تاسك كلها، بنعمل الجزء بقى بتاع الاندكس اكيورسي والتيبل بوزيشننج تاست، يعني احنا نشوف التيبل بتحرك مظبوط ولا لا، والجزء اللي احنا بيبقى انديكيتد بالنسبه لنا واحنا بنصور او احنا بنبوزيشن البيشنت ان هو ده الزيرو، يتاكد ان هو فعلا الزيرو. بنعمل كونتراست سكيل تاست، بنعمل الديستانس اكيوري تاست، بنعمل بيشنت دوز او سي تي دي اي اللي هو السي تي دوز اندكس بنقيسه برضه. اوكي، فدي طبعا حاجه مهمه جدا نعملها فيزيكس عشان يبقى ايه، يعني التاست نفسها بتبقى معقده علشان يعني يعملها حد زي تكنيشن مثلا. طبعا احنا بنتكلم على الحاجات اللي فاتت دي، ده الايديال سيتويشن. طبعا لو عندي ايمرجنسي ما ينفعش نقول والله ده لازم اسخن السي تي تيوب الاول، ما ينفعش اقول الاكس راي تيوب لازم تسخن، لا ما ينفعش. ممكن اعمل الكلام ده طبعا، هو يعني ممكن استعمل السي تي تيوب على طول في اي وقت، بس طبعا ببقى عارف انها طبعا بتاثر عمر التيوب بتاعه السي تي، وطبعا التيوب بتاعه السي تي ما هياش رخيصه، بتبقى فعلا فيري اكسبنسيف كومبوننت من المكنه، وما يستحسنش طبعا ان انا ابقى بعمل الكلام ده كتير. اوكي، في نفس الوقت انا بتكلم على ان لازم كل التاسك اللي بتكلم عليها دي نعملها right after the installation of the equipment. اوكي، عشان يبقى عندي ريكورد، عشان يبقى انا لما اجي مثلا الدكتور يقول لي على فكره الصوره بقت اوحش، اوكي اقول له اوحش بالنسبه لايه؟ هيبقى عندي دلوقتي اعمل التست دلوقتي، الاختبارات بتاعه المكنه دلوقتي، وقارنها بالاختبارات ساعه ما انا يعني اول ما المكنه جت، اوكي، او الشهر اللي فات او الشهر اللي قبليه، بحيث اشوف اذا كان في اختلاف فعلا ولا الدكتور هو بيتهيأ له. اوكي، لان بعض الاحيان الحاجات اللي فيها كواليتيتيف ميجرز زي الدكتور يقول لك ان شكل الصوره مش واضح، او شكل الصوره بليرد اكتر، او شكل الصوره مش عارف يعني في حاجات انا مش شايفها كنت بشوفها قبل كده، في حاجات كده بتبقى صعبه ان احنا نعملها ديفينيشن، لازم نوثقها بدوكيومنتس. يبقى عندنا الاختبارات بتاعتنا من اول ما المكنه جت خالص، بكل الاختبارات الشهريه واليوميه والسنويه والحاجات دي كلها تبقى موجوده عندنا، بحيث نقدر نتراك لو حصل اي تغيير نقدر على طول نرجع ونعرف التغيير ده ابتدى من امتى وايه اللي فيه بالظبط اللي فيه مشكله.